أهلا بكم. التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة يوسوكي سرايا، رئيس شركة سرايا العالمية التي ستطلق أول مشروعاتها غدا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. مشروع شركة سرايا العالمية هو مجمع صناعي يضم 4 مصانع سيخصص جزء منها من إنتاجها للسوق المحلية والجزء الآخر للتصدير في مجال أدوات النظافة العامة، كما يعد المجمع هو الأول من نوعه في إفريقيا والشرق الأوسط، وتتطلع الشركة إلى الاستثمار في عدد من الأنشطة الأخرى في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. أعرب رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عن تطلعه إلى التعاون مع الشركات الفرنسية في مجال توطين صناعة السيارات، خاصة السيارات الكهربائية. جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولي مع وفد غرفة التجارة والصناعة الفرنسية ووفد من رؤساء ومسؤولي عدد من كبرى الشركات الفرنسية العاملة في مصر، حيث تم استعراض المشروعات التي تنفذها هذه الشركات وخططها المستقبلية. في غضون ذلك استعرض مدبولي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، لا سيما الإجراءات التشريعية لتهيئة مناخ الاستثمار وخلق بيئة عمل جاذبة، مشيرا في هذا الصدد إلى الحوافز التي تمنحها الحكومة للشركات في إطار قانون الاستثمار. أعلنت وزارة التعاون الدولي نتائج الجهود التي تمت مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على مدار الأشهر الماضية، وذلك بالتنسيق مع الجهات الوطنية ذات الصلة لحشد الدعم لبرنامج الحكومة من أجل تنفيذ سياسات الإصلاح الهيكلي ودعم الموازنة العامة للدولة وتعزيز مرونة وتنافسية الاقتصاد الكلي وتشجيع تنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك من خلال قيادة عملية التفاوض والتنسيق وتنفيذ مصفوفات الإجراءات والسياسات المتفق عليها في إطار منهج متكامل يجمع مختلف شركاء التنمية من أجل تعظيم الاستفادة من البرامج المنفذة لدعم تنافسية الاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال. وكشفت الوزارة أن تلك الجهود أسفرت عن حشد تمويلات ميسرة بقيمة 2 مليار دولار تقريباً. أظهرت وثيقة مصرفية اطلعت عليها رويترز أن شركة تنمية طاقة عمان المملوكة للدولة تعتزم طرح صكوك مقاومة بالدولار لأجل 7 سنوات. وظهرت الوثيقة أن من المقرر أن تبدأ اجتماعات المستثمرين اليوم، وسيتبعها طرح صكوك بالحجم القياسي مقاومة بالدولار لأجل 7 سنوات بموجب برنامج خاص بالشركة. أظهرت بيانات من الهيئة العامة للإحصاء في السعودية تراجع الصادرات البترولية للمملكة 4.2% في إبريل على أساس سنوي. كما أظهرت البيانات نمو الصادرات غير البترولية للسعودية 12.4% وتراجع الصادرات السلعية من المملكة 1% في إبريل على أساس سنوي. وسجلت واردات المملكة تراجعا 1.3% في إبريل عن الشهر نفسه من العام الماضي. نهاية أخبار الاقتصاد. من جديد أعود إلى إيمان وليلى. شكرا لك محمد.